محمد علوش أبو صلاح، إدارة الشركة السورية للسلاج. بسبب أزمة الاقتصاد العالمي التي يمرق بها العالم، وبسبب غلاء الأعلاف وشحها بالمناطق المحررة، بسبب الأزمة المحل التي ضربت المناطق المحررة من قلة الأمطار، بحثنا عن بديل للأعلاف بشيء يفيد الأخوة المربين. دخلنا عن طريق الإنترنت فلقينا شيء اسمه سيلاج الزرع. عن طريق سيلاج الزرع شفناه عن طريق الإنترنت وحبينا نطبق الفكرة على الأرض. بدأنا بتطبيق الفكرة على الأرض، استجلبنا ماكينات آلات من تركيا. بدأنا بتطبيق الفكرة على الأرض. نحن كوننا مزارعين، كنا زارعين مادة الذرة. بدأنا بقص ما بعد ما توصل للطور العجينة مادة الذرة وهي خضراء، نقوم بقصها من على ارتفاع عن الأرض من 7 إلى 10 سنتيمتر ارتفاع عن الأرض عن طريق الآلي. الآلي هي عبارة عن جرش ليعود الذرة مع الأوراق مع العرنوس بشكل كامل. ومن ثم بعد الحصاد ننقلها إلى ساحة خاصة لنقوم في اليوم التالي بتعبئتها بأكياس خاصة وسحب الهواء منها. وبعد يومين نقوم بسحب الهواء عن طريق آلة الفاكيوم تدعى بالفاكيوم. بعد هذه ندع السيلاج بأكياسه لكي يتخمر. طبعا فوائد السيلاج عديدة. لقينا شيء بفوائده شيء رهيب. بعد الفوائد، بعض من فوائده هو زيادة للحليب، زيادة للتسمين، مشاكل الهضم عند الحيوانات حل السيلاج. لقوا الأخوة المربين لقوها أضبط من التبل، سواء بالسعر هي أرخص من التبل، نصف قيمة التبن أو أرخص. وبالنسبة للقيمة الغذائية عندك التبن عبارة عن ألياف أو بروتيناته من 2 إلى 3%، بينما السيلاج بروتيناته من 8 عندما ينجح تخميره من 8 إلى 14 إلى 15%، وبعض الأحيان طلع بروتينه ل 18%. هذا الشيء لاقى إقبال جدا واسع من المربين. طبعا أهم المعوقات التي وقفت بوجهنا هي أولا شغل السيلاج كتير حساس، فاليد العاملة وقت اللي بيكون إنه ما بيعرفوا بها الشغلة هاي، طريقة التخمير ما بتنجح. عندك طريقة التخمير بعد 42 يوم من وضع السيلاج بأكياس، ينجح تخميره. وإذا نجح تخميره بيطلع له ريحة للسيلاج مثل المخلل أو مثل ريحة الجبن. هذا بدل على نجاح السيلاج. وباليوم 22 بتظهر بكتيريا بالسيلاج بقلب الأكياس وهو عم يتخمر. تظهر بكتيريا بتدعى بحمض اللاكتريك، حمض جدا مفيد للهضم في جسم الحيوان. لاقى اقبال واسع من الاخوي، ونحن ان شاء الله السنه حيطين ان شاء الله السنه خطه لتغطيه المناطق المحرره بشكل كامل. أبو محمد من منطقة عفرين. علينا السنة الماضية من الجفاف وغلاء الأزمة الاقتصادية في الأعلاف، فبحثنا عن البديل فوجدنا البديل عند الأخ أبو عبد الله الذي قام على طرح مادة السيلاج. السيلاج مادة غنية بالبروتينات، حيث تم الفرق بين اللحم والحليب، حيث زاد عندنا الحليب بنسبة 30 إلى 40%، واللحم زاد بنسبة 40 إلى 50%. وعانينا بصعوبات كثيرة السنة الماضية من قلاء الأعلاف وارتفاع الأسعار، أما في هذه السنة من تعرفنا على مادة السيلاج رخصت بشكل كبير، وبين معنا الفرق من حيث الحليب ومن حيث ناحية اللحم.